بسم الله. دلوقتي هندي لكل زون لون معين كليجنت، بحيث نقول له ان الثلاث طن باللون الفلاني، الاربع طن باللون الفلاني. ده طبعا كان بياخد وقت وكان بياخد جهد جامد. دلوقتي بقى خطوة واحدة من ارتيتكت، اختار ليجنت واختار المكان اللي هتحط فيه. اختار مثلا هنا، بيقول انا عايز عندي ثلاث انواع ممكن تعملهم عن طريق السبيس او الرومز او الاشفاك زونز. اختار الاشفاك زونز. بيقول لي طب انت عايز تلونهم حسب ايه؟ ممكن السكوير فيت للطن، كولينج رينج معدل من كذا لكذا، ممكن كولينج لود باي زون. انا سيبها زي ما هي باي زون واقول له اوكي. بلا خلاص اتعملت والالوان هي موجودة. بحس مثلا ان ديت الاصفر واخدة نفس اللون دوت، اللي اكتر من 21,000 واخدة اللون الاحمر اللي هي الطرقة. تمام، اجي هنا لو انا عايز اغير بقى الالوان او اغير اي حاجة بقف عليها، بتفتح لي موديفاي كولر في الليجند، بختار ايديت وابدا اشوف ايه التغيرات اللي انا عندي. ممكن اغير اي لون انا عايزه، انا مش عايز اللون الاحمر اللي فوق، ادي له لون تاني، خليه ما يظهرش معايا، ممكن الغيه اعمل واحد جديد. تمام، ليه ان انا ايه اتحكم فيهم وان انا اظهر واخفي اللي انا عايزه. ليه ان انا اقول لا انا عايزه بكل الجرينج معدل كذا كذا، واحدد المعدل ده نفسه اديت فورمات. تمام، واحدد معدل تاني اللي انا عايزه زي ما انا عايز، ممكن اغير الوحدات اغير المعدل زي ما انا عايز، كل حاجة اللي انا اتحكم فيها. تمام، ممكن انا اجي اغير ارقام اغير الاسامي، اكتب اسم تاني للجدول زي ما انا عايز. ممكن اقول لا طب انا عايزها رجعت في كام، عايزها سبيس ليه برضو ان انا اعمل الموضوع دوت. عمرو سليم.